هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم. أساس الروحانية الفرنسيسكانية مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنكمل أيها السادة المستمعين البقية اللقاء الأول اللي تكلمنا مع بعض في أساس الروحانية الفرنسيسكانية، وقلنا شعار الرهبنة الفرنسيسكانية هو سلام وخير، سلام من يسوع المسيح ملك السلام لكل المستمعين، وخير من رب كل الخير، بل الخير الأعظم لكل المستمعين أيضا، كما قال لنا القديس فرانسيس الأسيزي. أخذنا في التأمل الأول مع بعضنا أربع نقاط في أساس الروحانية الفرنسيسكانية، وقلنا إن كل رهبنة ولها روحانية معينة، وهذه الروحانية تختلف عن الروحانية الرهبانيات الأخرى.
وقلنا كمان مفيش روحانية أحسن من روحانية أخرى، فكل روحانية ولها مميزاتها ولها حلاوتها. فالرهبانيات المختلفة هي غنى للرهبانيات نفسها، وغنى أيضا في الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، أي الكنيسة الكاثوليكية. وعرفنا كمان في اللقاء الأول إن أساس الروحانية الفرنسيسكانية هو سر التجسد، فسر التجسد بالنسبة للقديس فرانسيس الأسيزي هو أساس الكاريزما أو أساس الروحانية الفرنسيسكانية. وتكلمنا مع بعض في أربع نقاط، وقلنا هي أساس الروحانية الفرنسيسكانية، وكانت النقطة الأولى حفظ وعيش إنجيل ربنا يسوع المسيح، والنقطة الثانية التلمذة والاتباع الجذري ليسوع المسيح، والنقطة الثالثة التوبة المتجددة، والنقطة الرابعة والأخيرة اللي اتكلمنا فيها الحياة الجماعية أي حياة الأخوة. هنكمل مع بعض في أساس الروحانية الفرنسيسكانية النقطة الخامسة، وهي نزلاء وغرباء على الأرض. أنا كإنسان مسيحي وكإنسان عندي روحانية القديس فرانسيس الأسيزي، لازم يكون عندي روحانية الإنسان المسافر. فالإنسان المسافر لازم تكون شنطته دائمة جاهزة، أي يكون جاهز للنزول في المحطة بتاعته، أي يكون جاهز لملاقاة الرب يسوع المسيح في أي ساعة يأتي فيها، كما قال الكتاب: أيأتي في المساء أم في نصف الليل أم في صياح الديك؟ لازم الإنسان يكون مستعد متى يأتي يسوع المسيح. فالإنسان اللي قادر على التخلي هو بالفعل الإنسان المسافر، بل والإنسان المستعد للسفر في أي وقت، لأنك إذا لم ترغب في السفر بنفسك هيكون سفرك غصب عنك، أي خارج عن إرادتك، كما قال الرب يسوع المسيح لبطرس الرسول: لما كنت شاب كنت بتمنطق نفسك بنفسك وتذهب حيث تشاء، ولما صرت شيخا كان يمنطقك إنسان آخر ويذهب بك حيث يشاء هو، لا حيث تشاء أنت. علشان كده يا إخوتي المستمعين، لازم نكون مستعدين كالضيف اللي مستعد للسفر في أي لحظة. بيني وبينكم مفيش حاجة تستحق في هذه الحياة اللي احنا عايشين فيها أن أتعلق بها على الأرض، لأني إذ لم أتركها بإرادتي سوف أتركها غصب عني ساعة ما ساعتي تأتي. النقطة الستة في أساس الروحانية الفرنسيسكانية هي أن أكون ضمن الكنيسة الكاثوليكية الجامعة المقدسة. أنا أو أي واحد فينا من السادة المستمعين أو أي نشاط أو أي هيئة
أو أي طائفة أو أي رهبنة أو أي إنسان مسيحي لا يكون ليه كيان إلا لما يكون ضمن الكنيسة الكاثوليكية الجامعة الرسولية. وهذا ما فعله القديس فرانسيس الأسيزي لما أراد أن يكون خادم الله، كان ضمن حضن الكنيسة الجامعة. بنشوف ده في موقفه مع المطران وأبوه بطرس، وأيضا بنشوفه ساعة اعتماده قانون الرهبنة من البابا إينوشنسوس الثالث. لما أراد فرانسيس أن يرمم الكنيسة، كان أيضا ضمن الكنيسة الجامعة الرسولية وليس خارج عنها. وأنا وإنت النهاردة لا يمكن أن نكون ضد الكهنة أو الرهبان أو أي خادم، مهما يكن من سوء معاملتهم، ومهما يكن القسيس أو الراهب أو الخادم غير أمين في خدمته. فلا يجوز أن أقول شيء عليه أو أدينه، لأني أنا ابن الكنيسة، ابن الله، وأخ ليسوع المسيح البكر القائم من بين الأموات، كما قال القديس فرانسيس الأسيزي في قصة الملاك والكاهن. كان في يوم من الأيام القديس فرانسيس حب يدي درس للأخ ليون، فقال له: يا أخ ليون، أنا وإنت بكرة هنطلع علشان ندي عظة في القرية المجاورة لينا. فقعد الأخ ليون فترة طويلة طول الليل يفكر إيه اللي هيقوله هو وفرانسيس علشان يقدر يرد أكبر عدد ممكن من جماعة المؤمنين إلى الله، أي من الناس اللي ما تعرفش ربنا إلى جماعة المؤمنين. وفي الصبح خرج القديس فرانسيس والأخ ليون، وبدأ حطوا إيديهم في بعض ومشوا في الطريق دون أن يفتح القديس فرانسيس فمه. وفي الطريق بيسأل القديس فرانسيس الأخ ليون وبيقول له: يا أخ ليون، لو أنت ماشي في الطريق ولقيت كاهن وراهب، أو لقيت كاهن وملاك جايين عليك، لمن تسجد؟ هل تسجد للكاهن أم تسجد للملاك؟ فسكت الأخ ليون برهم من الزمن ورد على القديس فرانسيس وقال: طبعا أسجد للملاك، لأن ده ملاك من عند ربنا. فبص القديس فرانسيس للأخ ليون وابتسم ضحكة حلوة جدا وقال له: يا أخ ليون، أنا شخصيا لو لقيت ملاك وكاهن وجايين عليا، هسيب الملاك وأسجد للكاهن، حتى ولو الكاهن أنا أعرفه أنه هو غير أمين في الخدمة بتاعته. فاستغرب الأخ ليون على هذا الرد جدا وبدأ يقول له: ليه؟ ده ملاك، ملاك روحاني جاي من قبل الله، تسيب الملاك وتسجد للكاهن يا قديس فرانسيس؟ قال له: آه. قال له: ليه؟ فرد القديس فرانسيس بمحبة أخوية على الأخ ليون وقال له: علشان الكاهن هو الذي أعطي له أن يحول هذا القربان وهذا النبيت
إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح. الكاهن هو الشخص الوحيد اللي أعطي له سلطان الحل والربط من الخطايا. علشان الكاهن يا أخي ليون هو الشخص الوحيد اللي بيحمل على يديه هاتين جسد ودم يسوع الأقدسين، هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يوزع جسد ودم يسوع المسيح على جماعة المؤمنين. علشان كده يا أخ ليون أنا هسجد لمين؟ للكاهن مش للملاك. هذه هي القصة اللي حكاها القديس فرانسيس لأخوه الأخ ليون علشان يبين أهمية الكاهن مهما كان هذا الكاهن أمين لخدمته أو غير أمين. فأنا كإنسان مسيحي مؤمن وضمن الكنيسة الكاثوليكية الجامعة الرسولية المقدسة وتابع لروحانية القديس فرانسيس الأسيزي، فلا يجوز لي أن أمسك سيرة أحد مهما يكون هذا الشخص. ففي كتاب مجموعة مؤلفات القديس فرانسيس الأسيزي في الفصل 19 في بند على الإخوة أن يحيوا حياة كسلوكية صفحة 34 بيقول لنا القديس فرانسيس الأسيزي ويقول لكل السادة المستمعين، اسمعوا بيقول لنا إيه. إن على جميع الإخوة أن يكونوا كاثوليك بالاسم والفعل فيحيوا ويتكلموا ككاثوليك، على إنه إذا ما ضل أحدهم عن حياة الإيمان وعن الحياة الكاثوليكية بالكلام أو بالعمل ولم يتراجع عن غيه ويتوب توبة حقيقية فليطرد طردا نهائيا من الرهبنة. ومن واجبنا نحن كمسيحيين أن نحترم وأن نقدر في الرب يسوع المسيح درجة ووظيفة وخدمة الكهنوت المقدسة. ففي كتاب مجموعة مؤلفات القديس فرانسيس الأسيزي في النصيحة 26 على عبيد الله أن يحبوا الكهنة صفحة 83 بيقول لنا ولكل السادة المستمعين: طوبى لخدام الله أو طوبى لخادم الله الذي يثق بالكهنة الذي يعيشون باستقامة حسب نظام الكنيسة الرومانية المقدسة، وويل للذين يحتقرونهم وحتى لو كانوا في الواقع خطاة فليس لأحد أن يدينهم لأن الرب وحده قد احتفظ لنفسه بحق إدانتهم. ومن ثم فإنه لما كانت الخدمة التي يقومون بها ألا وهي خدمة وتقديس وتوزيع جسد ودم ربنا يسوع المسيح على الآخرين هي أعظم من أي خدمة أخرى سواها، كذلك فإن الخطيئة التي يرتكبها أي إنسان في حقهم هي أعظم بما لا يقاس من أي خطيئة أخرى.
ولو ارتكبت في حق كل سكان هذا العالم أجمعين. والنقطة الأخيرة في أساس الروحانية الفرنسيسكانية هي حياة الأصغرية. القديس فرانسيس الأسيزي شعر وحس بأن الإنسان الأصغر في ملكوت السماوات له شأن عظيم، وذلك لما قرأ كلام الرب يسوع المسيح اللي بيقول في الكتاب المقدس: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباءكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وعندما قرأ أيضا قول الرب يسوع المسيح لما بيقول: أحمدك يا أبي رب السماوات والأرض، لأنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والعلماء والأذكياء والأغنياء وكشفتها للصغار. لو حبيت أسأل سؤال على نفسي وعليكم أيها السادة المستمعين وأقول: فما هي الأصغرية؟ أنا كإنسان عندي نزعة أن أكون الأول، أن أأخذ أحسن وضع وأحسن مكانة، أن أكون الأول في كل شيء. وهذا عكس كلام الرب يسوع المسيح تماما اللي بيقول لنا: من أراد أن يكون الأول فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون عظيما فليكن خادم الكل. فالأصغرية هي أن أقبل الوضع اللي أنا فيه بكل بساطة، يعني أن أكسر فيا نزعة الكبرياء والأنا ومقاومة حب الظهور للناس. لما أكون في وضع سيء جدا وأنا حاسس إني مبسوط وراضي عن نفسي، هي دي بالفعل الأصغرية. زي بالضبط لما تجسد الرب يسوع المسيح وعاش في مزود البقر وكان مبسوط، وعاش طول حياته فقير وهو الذي يغني الجميع. يسوع قبل أن يولد في مزود البقر، وأنا مش قابل أن أأخذ مرتبة وأنام بيها على الأرض، مش قابل أتعامل مع الناس، مش قادر أعيش مع الآخرين. الأصغرية هي أن أتكيف مع الوضع اللي أنا أكون فيه، يعني أن أتكيف علشان أعطي المسيح المحب والرحيم للآخرين ولكل إنسان أنا أحتك بيه. فالأصغرية هي يا إخوتي المستمعين هي اتباع يسوع الفقير والصغير المحب لإخوته ولتلاميذه الخدوم اللي بيغسل أرجل تلاميذه، على الرغم إنه عارف تمام المعرفة اللي هيحصل ليه بعد قليل، إنهم هيسلموه علشان يقتل. يسوع المطيع، يسوع المسيح المحب بدون استثناء، محب للجميع، أحب المرأة الزانية ولكنه لم يحب خطيئتها، أحب بطرس الذي أنكره
ولكنه لم يحب نكرانه. ليه؟ أحبنا نحن البشر أيضا، ولكن لم يحب خطيئتنا. فأساس الروحانية الفرنسيسكانية أيها السادة المستمعين بتتلخص في 7 نقاط اللي احنا تأملنا فيهم مع بعض في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، وهي أساس الروحانية الفرنسيسكانية هي: 1، حفظ وعيش إنجيل ربنا يسوع المسيح. 2، التلمذة والاتباع الجذري ليسوع المسيح. 3، التوبة المتجددة. 4، الحياة الجماعية أي حياة الإخوة. 5 اللي خدناها في هذا اللقاء الثاني هي غرباء في هذا العالم أي نزلاء. 6 هي أن أكون داخل الكنيسة الجامعة الرسولية أي الكاثوليكية. 7 والأخيرة هي حياة الأصغرية. هذه هي النقاط 7 في أساس الحياة الرهبانية. بأشكر الله وبأشكر كل شخص مستمع لهذين اللقاءين، وأطلب من الرب يسوع المسيح بشفاعة القديس ماري فرانسيس الأسيزن أبينا الروحي وشفيع رهبنة الفرنسيسكان أن يعطينا هذه النعمة وأن نعيش هذه الروحانية، روحانية القديس فرانسيس الأسيزي، أي أن نحفظ ونعيش إنجيل ربنا يسوع المسيح، وأن نتتلمذ على يده، وأن نتبع يسوع اتباع جذري، وأن نتوب توبة حقيقية كل يوم، توبة متجددة، وأن نحيا جميعا في حياة الحياة الجماعية، حياة الأخوة المشتركة على مستوى العالم، وأن نكون غرباء في هذا العالم أي مستعدين أن نرجع إلى وطننا الحقيقي وهو حضن الله الآب، وأن نكون داخل الكنيسة الجامعة الرسولية أي الكنيسة الكاثوليكية، وأن نحيا حياة الأصغرية لكي نكون أبناء لله وإخوة وأخوات ليسوع، ونستحق الحياة الأبدية التي أتمناها لي ولكم ولإلهنا كل مجد دائما وإلى الأبد. أمين. هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم. تابعوا راديو مريم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.radiomaryam.org.